الأبطال اللواء عاصفة الشمال، تحرير الشاحنات وحفارات البترول، تبعات للدولة القطرية الشقيقة. والآن سيتم عبورهم وتأمينهم من قبل لواء عاصفة الشمال إلى تركيا، ومن ثم إلى دولة قطر الشقيقة. حفارات البترول التي تم تحريرهم سيتم الآن نقلهم وتسليمهم إلى دولة الشقيقة، الدولة القطرية. الآن يتم عبورهم من بوابة السلامة. يتم الآن تأمين الشاحنات وحفارات البترول القطريات وتأمين عبورهم إلى تركيا بعد أن حررهم أبطال لواء عاصفة الشمال. والآن سوف يتم تسليمهم إلى تركيا ومن ثم إلى الدولة القطرية. الله أكبر. بوابة السلامة. تمام. 3/11/2012. حفارات البترول القطرية التي يتم تأمينهم وإرسالهم من قبل لواء عاصفة الشمال إلى دولة قطر الشقيقة.